صباح الخير لكم أصدقائنا المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم. صباحكم خير وبركة وسلام مثل بركة هالشتوات يلي عم بتكب علينا برا. كتار يمكن بتضيقوا من البرد، معكم حق، في برد ايه، بس بدنا نقول كتر خير الله لأنه في بلدان ببلدان العالم نقطة مي ما عندهم، فحمد الله الله عطينا هالنعمة، نعمة المياه، نعمة الثلوج، ونعمة كمان أنه نحس أوقات بالبرد لنعرف نعمة الدفع. بدايتنا هلأ رح تكون مع شخص كتير مميز، رفقنا صاروا يمكن شي 10 سنين أو 9 سنين، هن 9 أنا بدي أقول 10، خلينا نبحبحون شوي. اختصاصية التغذية ميرنا الفتى رح تفتتح معنا اللقاء اليوم لنحكي نحن وياها. مثل ما كل شي دارج بالأسواق كمان في بالأكل موضة، شو دارج لسنة 2022 من المأكولات أكيد بنعرف منها تباعا، واليوم نحن رح نكون معكم لتمام الساعة 10 إذا الله راد بتوقيت بيروت. صباح الخير لك ميرنا. بونجور، كيفك اليوم؟ منيحة، كيفكن أنت؟ الحمد لله، بس نشوفك منسير كتير منيح. هلا انت صارك معنا 9 سنين، انا بحبحتهم عليه بحق لي هلا يمكن اكثر شوي من 9 سنين، من بحق لك ان شاء الله يصيروا اكثر بعد يفزوا عن ال10 سنين كمان. ان شاء الله يا رب منضل سوا دائما. مثل ما قلنا في موضه بالثياب وبالالبسه وباللوك كل سنه، في كمان موضه لمأكولات سنه 2022، شو بتخبرينا عن هالموضه ميرنا؟ سنة 2022 هي عم بترد عن سنة 2020 وال21 بالأكل، يعني بالألفين 2020 و2021 عملوا كتير تغيرات بالأفكار بالأكل، صاروا الأشخاص أكتر مش بس بلبنان بالعالم يطبخوا أكتر ببيتهم، يأكلوا أكل شوي ينبشوا على الأكل الصحي، صاروا يفكروا أكتر بالأكل اللي بقوي المناعة، صاروا يفكروا أكتر بنوعية الأكل، بلس انه عالم الريستوران والمطاعم تغير شوي، صار اكثر دليفري، صرنا نفكر اكثر جرين، ما بقى يصرفوا كثير بلاستيك، ما بقى يصرفوا كثير كراتين، دو ان لانه كل العالم بكريز ايكونوميك مش بس نحن، دو ثانيه كمان لانه زياده الكورونا وقعده البيت اثرت كثير على الاشخاص. كاكل في بعض المأكولات بلشت تصير تخف وهجه ومأكولات تانية تقوى. رح بلش مثلا أنا وياك من وراء هيدا المنطلق أنه هلأ مثلا كتير على مود نقلل أكل اللحمة، اللحمة يقللوا كتير أكل الدجاج، حتى الأشخاص الفيجن أو الأشخاص يلي هن منهم 100% فيجيتاريان رح يكونوا هودي شوي عم بيرجعوا يبينوا أكتر. من وراء هالأشخاص لقوا بلش يصير في أنواع تانية من الأكل، مثلا ناجتس معمول مثلا بيصير بالمشروم، ناجتس معمول بالبازيلا، بلش يدخلوا القصص الثانيه اللي هي الخضار محل الاكل اللي عم بيكون، مثلا عندك بومينج كثير كبير للمشروم، صاير الفطر بيكون محل اللحمه بالاكل، صاير الفطر بيكون هو من البلايات اللي كثير اساسيه، فعلا معهم حق فيها، لانه الفطر انت عم تاخذي زنك كثير، عم تاخذي مغنيسيوم، عم تاخذي سيلينيوم، عم تاخذي كالسيوم، وامتصاصهم سريع بجسمك من الفطر مش انه منه سريع، فسي بيان انه عم يتدخل عناصر ثانيه على جسمنا، مش غلط ابدا. بذات الوقت صار في قصص كثير، مثلا صار عندك حليب البطاطا. بمطرح ما عدنا بقى عم نحكي حليب اللوز، لانه لقوا انه عرفت العالم انه كميه اللوز اللي موجوده فيه هي كثير ضئيله، يعني عم نحكي بكبايه فيها اقل من 6 حبات لوز، الكبايه الكبيره، وسميناه حليب اللوز. زيت الشي الكوكونات وغيره وغيره. هلا رح يدرج شوي حليب البطاطا. ساعتها والبطاطا ما رح تكون نيه، نحن بنخاف كثير هي البطاطا النيه، نحن بنحبها كرمال حمايه للمعده. بنطلب عصير البطاطا حمايه. هلا هيدا مش عصير، هيدا حليب، يعني ما رح ناخد بس زوم البطاطا، رح ناخد كمان حبة البطاطا مثل ما هي، رح تكون مسلوقة مش نية، دونك مش غلط ابدا. الافانتاج تبعها انه فيها شوية بوتاسيوم، فيها كتير بالاحرى بوتاسيوم، فيها مغنيسيوم وفيها كالسيوم، من دون ما تكون مدعمة بالكالسيوم هي كحليب فيه تحتوي كالسيوم، تحتوي على كالسيوم. ميرنا بس هيدي موضة ولا قد ما صرنا عم نشوف أمراض وأمراض وعم تكتر، وخاصة في كتار بيقولوا ديتيتسيان أو متابعين بيقولوا أنه الأمراض عم تكتر لأنه صرنا عم ناكل كتير لحوم إن كان لحمة وإن كان دجاج، أنه هل هالشي تفاديا لأكل اللحوم ولا لا هو لأنه دارج صار؟ بدنا نفرق.
الاثنين نحن بعدتنا بالبيت وعيت العالم شوي على بعض المأكولات. أول شيء مثل ما قلنا رجعوا يطبخوا، صح، يعني رجعوا شوي للمطبخ القديم. وهلأ من القصص اللي مننبش عليها وي صاروا عم بيحكوا عالميا بالمطبخ القديم، كل بلد بنشو بيشتهير كيف معودين يطبخوا نرجع عليها. رجعوا وعيوا انه هو البلالي نحن عم نجيبه جاهزين فيهم كمية كتير عالية من الملح، الملح المئزل اللي هو الأمسام يلي على المدى الطويل بيعمل كانسر. دونك صاروا لا نحن ما بدنا ناخدهن، عرفوا انه هدول عم بيكون فيهم كمية كتير عالية من القصص المضافة تيقدروا يضاينوا من سكر لملح، لا نحن ما فينا ناخدهن هدول يوميا، هيدي الكمية عم بتوطيلنا مناعتنا. دعاء حماية للطبيعة لأن في كتير عالم بحبوا يعملوا دايتات للطبيعة، صح. دودو تانية كرمال صحتنا، ودوتروا كمان عندك العالم يلي دعاء بيخافوا على الحيوانات أنه ما بدنا نأذيهم منفضل أنهم يتكاتروا كرمال البيئة. يعني كيف ما برمناها الأسلوب جيد منه عاطل، ولأنه بلشنا نقول يا الله الأشخاص ما فيهم ياخدوا حليب، الحليب مهم، الشوفان عم بيدرج، صارت العالم درجته كتير بأكلاتها. يعني بفترة كنا نقول كورن فليكس هو أحلى ترويقة يمكن مع كبية الحليب، فجأة لا الكورن فليكس عم بيعلي السكر يا جماعة، الحليب بركة أنا عندي مشاكل بمعدتي بعمل نفخة، عندي انتوليرانس على اللاكتوز، لا تعوا ما ناخد بقى مثلا الحليب، لقوا البديل. بديل الحليب تطور، في أشخاص مثلاً ما نسبها اللوز لأنه عنده حساسية على المكسرات، في أشخاص ما نسبها حليب الشوفان كمان عملت نفخة عليها أو عندها مشكلة مع الجلوتين إذا ما كان ما أدري جبتهم جلوتين فري. بلشنا نخترع نفوت بقصص تانية، وهيدا أهمية التطور. تعال فكرنا مثلاً بحليب البطاطا وغيره. طيب إذا بدنا نحكي عن المذاق، يعني عن إذا دقنيهن هل منقدر نتقبلهن إذا كانوا هالقد شيء بعيد عن الشيء اللي احنا كنا ناخده؟ إذا عملتيهم ببيتك ما رح تحبيهن. يعني أنا عاملة عصير البطاطا ببيتي وضيقتها نية، ضيقتها مسلوقة، منقوع البطاطا شربينهم لأنه غلاف للمعدة، عم عاملينهم ليش لفنس؟ كطعمة أكيد منا ممتازة، بس إذا بدي أحكي نوعية أو قدين إحنا عم بستفيد منهم، يس رح استفيد منها كتير. هلأ مشغولة بالبيت ما رح أقدر أعملها الطعم المثالية على طول، مشغولة أو شارية علبة من برات البيت وعارفين يلعبوا، حاطين مع سويتنر، حاطين مع محلى اصطناعي تصير حبه، أو حاطين مع سكر. إذا بس هذا ما بيدور؟ بيدور طبعا، بده يدور. أنا إذا بدي أعملهم بيور على أصولها يمكن محبة مصنعة أكتر أو طريقة الاندستريال المعمولة يمكن يحبوها العالم أكتر. إذا أنا الموضوع بده يرجع لي إكس على أكيد على البطاطا، إكس على حليب البطاطا. أنا من المدرسة اللي بتقول يا بياخد الحليب على أصوله بجيب الحليب وبشتغل فيه ببيته مثل ما لازم أو لا. هيدا أنا كمرجع الأشخاص اللي بتباعها بالدايت ما بفوت بهدول المتاهات الأنواع الحليب، بس ما في أنكر إنهم موجودين، وما في أنكر إنه بمطرح معين رح نصير نقرأ بكرة على السوشيال ميديا وكيف ما بفتح أرتيكلات عم يحكوا عنه صح منيح بجنن. بس نحنا نعرف إنه بمطرح تذكروا فيه سويتنر، تذكروا تعال نحنا عم نشتري بعلبة وعم ندبهم مش بالبراد، معناتها انتبهوا في مواد كونسيرفي. وي في مواد كونسيرفي، في أساس ما رح تكون صحية بقلبهم. نعم. يعني من يلي حكيتهم أنا بس مبسوطة أنه عم نرجع للأكل الطبيخ العادي بالبيت، قللنا لحمة لأنه اللحمة كترتها بتأذي بتعمل كانسير دو كولون ونحن عم بيزيد كانسير دو كولون. 100% مبسوطة أنه عم ناخد مشروم أكتر لأنه الفطر كتير صحي وبيقوي كتير مناعتنا، نحن بحاجة لإله صرتوا بالمطارح يلي نحن بلبنان عم يزرعوا فطر. فالاشخاص اللي ما عندها اكسي على اللحمه او عم بتخبر انه اللحمه صارت شوي غاليه حبيت تستبدل اللحمه بالفطر، اكيد انا بكون مع هيدي المدرسه. صرتوا اذا نحن من ارضنا نحن كولتي الفطر بنكون عم نعمل شيء كثير منيح. بذات الوقت مثلا طالعه هلا فروي عامله بومينج مكسره الدنيا، رح نصير كيف ما عم نقرا فوائدها. نعم. اللي هي اليوزو، هيدي الفروي كثير رح يكيفوا فيها العالم. هي اذا انا بدي ارجع نبش عليها بالنسبه لإلي بتشبه الحمضيات عنا. هيدي فروي صينيه كوريا عم بتجرب قد ما فيها تشتغل عليها، لقوا انه منيحه للدم
بتساعد لحتى إذا لازم أعمل سيالين دم بتسيل الدم، إذا لازم تخثر الدم بتخثر الدم. مفيدة كتير لصحتنا، فيها نحاس، فيها مغنيسيوم، فيها كالسيوم، فيها كمية عالية من الفيتامين سي. فعلا هي كتير صحية، بس بذات الوقت بدنا ننتبه. أنا بالنسبة لإلي عنا حمضيات، فينا نستهلك الحمضيات بس ما تقطع علينا هيدي الفواكه وما نكون سامعين فيها. مهم إنه نكون سامعين فيها. كفي أنا وياك مثلا هلا قدي درجة البينات باتر وعميل وكل كتير. هيدا هلا بلشوا يقولوا انتبهوا، صار يدور في الزيوت المضرة، شو بكون عم تاخذوا كميات كبيرة منها؟ هي قصة تجارة. هلا إذا بدنا نحكي الأمور مثل ما هي، هي قصة تجارة. إنه أنا هلا هيدا الجاكيت أجمل جاكيت ودارجة كتير وكلكم اركضوا اشتروا، بيركضوا كلهم بعد شهرين ثلاثة أبدا ما أنا منيحة، اللون ما بيلبق لكل البشر. يعني بقدر أنا ألعبها تجارية 100% بالأكل. مالوريزمون ذات الشيء بالأكل. انه كثير تجاره وبيعملوا بومينج. يعني اذا متذكره مثلا بفتره قالوا بدنا نجرج مثلا الكينوا، صرنا عشوائي رح نكب البرغل عنا، كبينا الرز كله كينوا، صرنا كينوا وصارت سلاد الكينوا. اذا بدك تجيبيها من برات بيتك صار بدها بتجيه، لانه صارت شيء كثير هلسي. مفكره حالك اور هي سلاد الكينوا اللي عم تشتريها من برا منها هلسي ابدا. كميه الكالوري اللي فيها مخيفه، ما اسمها سلاد اسمها بلا. لمن انا بدي اخذ سلات كينوا انا عم باخذ فوق 900 وحده حراريه بس بهيدا البلا اللي عم باخذه. اصلا هلا بطل فيهم يشتروا حبيبتي ميرنا، طمني بالك هدي اعصابك. الكيس اللي كانوا يجيبوه ب 100 صار بشي مليون، فما بطل فيهم، فما تزعلي. اوكي. خي هلا ما تعتلي هم نلاقي. هلا مثلا عنا صارت الفريكه بوطننا هلا العربي، بدلوا الكينوا بالفريكه، صرنا بنحكي الفريك كثير صحية. أنا مبسوطة، ما عندي مشكلة. هي صحية؟ هي كثير صحية. أوكي. سوري، هي كثير صحية، بس المشكلة كمان بالفريكة إذا عندك نفخة، إذا عندك مشاكل صحية بدنا ننتبه، رح نعمل نفخة عليها، دونك ما فينا نكتر منها. بس إذا بدي أحكي مثل كيف قبل، مثل ما كان قصدي أقول إنه الكينوا عملوها إنه هي مصدر بروتين، هلا صار مثلا البينات باتر انتبهوا اذا عندكم مشاكل بمفاصلكم مش كثير محبس تاخذوا منه، انتبهوا في كومولاتيف يمكن تحسسوا. كل عمرنا بنعرف انه على الفستق رح نحسس، من اكثر القصص اللي بننبش عليها حساسيه على الفستق. تنموت موسم الفستق بلشنا نطلع الحمص. هلا رح يصير في محل البينات باتر، رح يصير في زبده الحمص، رح يصير في باي حجه انه زبده الحمص هي الحمص صحي، ولو عم تاخذوا حديد انتم، حمص منه مكسرات، عم تاخذي نشويات مع بروتينات مع دهون. اوكي، حلو نكون سامعين فيه، حلو نجربه ندوق مش غلط، بس انه مش يصير من روتين حياتنا. ما تنسوا الحمص لو شلنا القشره البرانيه ممكن يعمل لي نفخه. ما تنسوا انا عم باخذ وحدات حراريه عاليه، لو خبرونا انه هيلثي نضلنا متذكرين انه فيهم كالوري. وانا اذا بدي اشتري بو خالص ببيتي فيني اسلق الحمص وامعص واعملهم واعملهم على البلندر، اعملهم حط معهم شويه سكر، حط معهم شويه عسل، اعملهم ببيتي شغل بيت، بس ما رح يطلعوا زيت الطيبه اللي انا عم بشتريهم من برا. ليه؟ لانه من برا حاطين لي ملح، حاطين لي مواد حافظه، كميات مخيفه من السكر، تنبسط فيها ونحبها. طيب ميرنا، قدام هالبروباغندا الاعلانيه الكتير كبيره يلي عم تدخل للعقول، يعني حتى المتعلم والمثقف عم بيروح فيها، عم بينجرب الموجي. طيب نحن شو كيف بدنا نعرف شو عن جد لازم ناكل وشو الاصح؟ يعني نحن كمان ضايعين ما بنعرف، هل يا ترى بناكل هيك؟ هل هيدا اصح؟ بتقري اوه هيدا بجنن كلي منه، بتجي بتاكلي بعد شوي بيطلع لك ارتيك لا هيدا ما كان لازم تاكلي منه بيعمل كذا كذا. طيب نحن كيف بدنا نعرف الصح من الغلط؟ بلقاءاتنا سوا كثير بحب شغله معظم الوقت بتختميها يلي بتقولي لي العدل العدل العدل. بالنسبه لإلي العدل، بعرف حالي مثلا هلا في زبده الفستق، بعرف عندي كوليسترول، صار معروف الفستق ايجال بعلي الكوليسترول، لو قد ما عملوا لي غسيل دماغ لازم اعرف انا عندي كوليسترول، ما في اكل الفستق. استحليت عروس، استحليت لقمه تمرق على التوست بتقطع مره، بس ما في يجيب بو على الطالع والنازل اخذ منه، بعدين بصير الكوليسترول كثير عالي، بصير بدي ذوب كميه الدواء اللي عم باخذها. وما بينصح كمان 100% بينصح، وحدات حراريه عاليه عم تتطاير، يعني عم نحكي كل ملعقه صغيره حوالي 100 وحده حراريه. هيدي شغله. تاني شغله، انا مع المدرسه اللي بتقول عايشه بهيدا البلد
بهيدا البلد بهيدا السيزون في هو الفواكه، في هو الخضره، باكل منهم بتغذى منهم، فيتاميناتهم بتكون بالبيك تبعها باكثر وقت. مثلا هلا مثلا حمضيات، اكيد هلا باكل حمضيات، ما في هلا اقطع مثلا ما اكل ليمونه، ما اكل كليمانتين، اجي اقول انا قريت انه في نوع فواكه تاني موجود هلا امبورتي بجنن، لا هلا موسم هود الفواكه اللي موجودين عندنا بليز ناكل منهم. سبحان الله عندي كل الشتويه موز، طب ليه؟ لانه انت عندك سورس بوتاسيوم بحاجه لها جسمك، مغنيسيوم بالساعه ما تعمل كرامب انت بحاجه للمغنيسيوم. يعني الله عطيك الدواء موجود بالفواكه اللي بتطلع بموسمها، انا ليه ما بدي اكلها؟ ليه صح. بدي اكل فواكه تاني ما بتطلع او زرعينها تحت الخيمه او ما بعرف شو عاملين لها؟ 100% مثلا هلا الحبوب كثير بتدفي، مفيده لصحتنا، بتشبع، نحن بحاجة لها بالشتوية، فليكن بتناولها بالشتوية بنبسط فيها. نحن هلا وقت سليق، كثير أشخاص بعد هلا بيلاقوا هند بسلق هول الخبار، بليز ناكل منهم بجننوا، بليز مش إنه أنا أقول لا ما بدي آخذ منهم لأنه لا هلا وقتهم، فيني أعمل عدس بحامض بتدفيني بتغذيني، أعطيتني فيتامين سي اللي أنا بحاجة له وشبعتني وما اعطتني وحدات حراريه عاليه. بتعرفي ميرنا في شغله الناس كتار يعني بيخافوا منها، بيقولوا لك انه نحن بنحب نطبخ اشياء مثلا مثل ما قلتي هلا عدس بحامض، انه هيدا بلا كثير صحي وكثير مفيد، بس كمان بيجوا بيقولوا لك طب نحن شو عرفنا شو مصقيين هالزرع شو مصقي؟ شو المية اللي عم بيشربها؟ ما كمان بيرجعوا بيجددوا لك الخوف من قصه الري ومن قصه شفتي وين؟ من دون ما حدا يزعل مني، من فلسف القصص بقى. يعني أوكي. انا اذا بدي اشتري هلا شو بدي اقول رب، فاذا اذا مش انا عامل الربات ما بدي اشتريهم، شو معرفني شو حاطه قد ايه هلا عم نروح نحن كثير على الاكستريم 100% تمروا على الاكستريم، في يفكر ساعتها بالبندورة، في يفكر كيف طبخ الربات، في يفكر قد ايه حاطه ملح قد ايه حاطه زيت ازيتني فيهم. دونك بليز تعالوا نبسط القصص، عنا مي ملوثه كلنا بنعرف، عم بيسقولنا بمي ملوثة عارفين، عم ناكل تلوث، نحن بس صار جهاز المناعة تبعنا بحد لمطرح معين معود عليهم، عم بيتخطاهم، مش قصدي يعني بس وبعرف انه الافلاتوكسين كترته رح يعمل كانسر، بنتبه ونحن عم نعاني، بعرف كثير اخبار، بس مثلا يجي حدا اجنبي ديزو عم بياكل صحن الهند اللي نحن بنتغدى منه، يمكن يتضايق او يعمل دياري عليها ويحس عامل انتوكسيكاسيون عشوائي، يمكن رح يعوز يفوت مستشفى ينشف من ورا صحن الهندبة اللي انا وياك لانه متعودين جهاز الامعاء عنا معود على هود البكتيريات والفيروسات سوري اللي موجودين فيه، عم نهضمهم عم نتعايش معهم. ايه بس يمكن يؤدوا لا سمح الله لكانسير، نحن بنعرف ازدياد الحليد، انا مش عم بقول اذا اكلنا بلا هندبة رح يصير لا سمح الله عنا كانسير، بس انه لما بتاكلي هيدا البلا وهيدا البلا وهيدا البلا ومش عارفه كلهم كيف مصقيين وشو محطط لهم وقد ايه مواد كيميائيه، طب ما هيدا كله عم بيأدي والحمات مضروبه وال وال ساعتها قد ما فينا بدي اجرب من مصادر قريبه من بيتي، ديزون بدي اشتري بيض، جرب اشتري بيض من عند شخص عنده دجاج قريب من عنا، تعطينا البيض البلد اللي عندها تما يكون ملعوب بالبيض. كنت بدي اشتري مثلا هند بسلق من حدا عنده جنينه صغيره عم بيقدر يحوش يبيع لو بكميات صغيره، بجرب بشتري منهم. اشخاص بعرف وفي عنا متاجر كبيره حوالينا، وحتى على التي في نحن عنا في متجر كثير كبير معروف بيشتروا الاشخاص من عنده قصص، ما بدي اقول بيو ولا بدي اقول اورجانيك، بس بدي اقول بالقليله منتوج محلي شوي احسن من غيره. فينا نحن نشتري من هالمنتوجات، منضل نلاقي اذا نبشنا عن جد منضل نلاقي. ونحن كمان طريقة غسيلي للخضرة وللفواكه اللي عم بتفوت على بيتي هي كتير أساسية، صحيح ما في يكب بس مي على الهندبة والسلق وروح قول أنا طبختها وخلصت القصة، لا بدي انتبه بدي أعقمها، بدي أحط شوية ملح خشن، إذا عندي نتفة خل أبيض أقدر نضيف فيهم من دون ما أهريها للورقة، يعني ملعقة بس بقلب الجاط المي اللي عم بحط سقطهم ورقهم ورقة ورقة، شوي كمان بدي أعطيهم من 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 مني من وقتي من النظافة اللي عم بعملهم ليكون أنا مطمنة بالي. الخل الأحمر ما بيسوى؟
جيد ايه؟ بس لحتى بالطبيخ وبالقصص اللي بدي نضيف فيها الخل الابيض هو انسب من الخل الاحمر وما بيترك ابدا طعمه على الماكولات اللي عم بحطهم. الخل الاحمر شوي معقول يترك شويه طعمه اذا انا كملت شوي زدت شوي الكميه اللي عم بحطهم وسهل التلف اكثر من الابيض. دونك مش غلط انه جرب نحن كمان انتبه بالطريقه اللي عم نضيف فيهم. مثلا جايبه جزر ببيتي مش انا الجزر بس على المي او مثلا لي في الجزره، لا مش بهيدي الطريقه بدي نظفها. الجزره انا بدي كب الاول مي، في فرشاية خصوصي انا بتركها ببيتي لالن فرشيها تيروح كل الجي منها تيروح كل الريزيدو من الارض وبرجع بعدين ببرشها وبستعملها لعائلتي. بطاطا مش سيستماتيك ما وشلت راس البطاطا دغري يلا بلشت انا قص منه، بدي اجرب نطفه بالماكسيمم اللي فيي نطفه قبل ما انا قص، والراس بدي ارجع نظف مزبوط قبل ما انا اكون عم بقطعه. يعني قصص كتير صغيره ببيتي، بندوره مثلا نظفها مزبوط نظفها، تفاح نظفهم لانه بيقدر على البندوره يقعد كوش الشمع اللي هو من وراء البستيسيد اللي عم يستعملوهم. ذات المبدأ على التفاح على الفواكه، جرب قد ما في ينظف تقدر اكلهم مع قشرتهم وكون انا ما عم بندر. دونك نحن مطلوب منا كمان عفار، وطبعا كيف ما برمتها نحن مش عايشين ببلد مثالي، اكلنا منه نوعيه ممتازه ابدا، زراعتنا مش على طول عم بتكون نوعيه ممتازه، تجاره مكتره سورتو بالملفوف، يعني هلا موسم ملفوف ما بتعرفي قد ايه 100% هي اورجانيك هي صحيه الملفوفه اللي عم بتجيبيه انت على بيتك، بس بالقليله بالقليله اخذ القصص بموسمها تاخذ فيتاميناتها مش اكثر مش اكثر. ميرنا يعني كتار بيقولوا نحن بدنا ناكل صحي وبتلاقيهم هيك راحوا على الترند الماشي ببلشوا ايه لانه قريت هون ولانه بالسوشيال ميديا حطوا هون ولانه جارتي عملت كذا، يعني بتحسيهم بيكونوا اخذين قرار وماشيين فيه، بعد شوي بيروحوا لانه الدعايه حكمت لهم عقلهم وخلتهم يروحوا وفعلا بيمشوا بترند وبيمشوا فيه. الى اي حد هول الاشخاص قابلين على التغيير او على التكيف كل مره مع شيء جديد؟ وقد ايه هالشيء هذا بيضايقهم ما بيفيدهم؟ المشكلة إنه بدي أرجع على طول لجسمي لحالتي الصحية ولحياتي، ما فيي كل ما ينزل شيء جديد دغري أنا أكون أول شخص رحت عم بتناول منه، أكيد بدي أدوق، كلنا شو ما نزل شيء جديد بدنا ندوق، بس مش إذا ندخله من حياتنا ونصير مش قادرين بقى نتخلى عنه، لأنه كل ما أنا عم يعني أكيد في له مساوي. قد الكانولا اويل ما درج عنا بلبنان، اف الكانولا في فتره ما حدا يشتري الا كانولا 100% ماشي. صاروا يقلوا بالكانولا كبوا زيت الزيتون صح ويتبلوا بالكانولا 100% بعدين انتبهنا انه هيدا مركب ما لازم ناخذ منه كثير تو ليت يعني. فبالنسبه لي ما نهجم على القصص ومش كل شيء بنقريه على السوشيال ميديا، يعني اليوم انا كل قعدت انا وياك تقول الاشخاص رح تسمعوا منهم هودي الاخبار، اسمعوهم خذوهم بعين الاعتبار بس ما تغوصوا فيهم وتكبوا منتجاتكم بس لتتناولوهم لانه هن على اساس منيح. يعني مثلا مش مقبول هلا رح يصير ليتر اون بذر دوار الشمس هو القصه كلها. يعني رح نصير نعمل زبده منه سلام رح نعمل ايس كريم منه رح يعملوا رح يصير انه انتم عندكم مشاكل بمعدتكم ما عم تتقبلوا الحليب سافا هيدا الايس كريم معمول من زبده دوار الشمس. يا حبيبي دوار الشمس بعلي الكوليسترول ما فيكم تتناولوا كميات كبيره، نسيتوا الوحدات الحراريه تبعه فجاه خلص هلا صرنا بس نحكي دوار شمس اقال هلسي روح بشتري ايس كريم مش معمول بحليب معمول دوار شمس باكل 500 كالوري بتطلع البوله افير اتنسيون. هي شغله. تاني شغله لاتيزان بتعرفي هدول بيدرجوا كثير ونحن عم نحكي بشتويه. رح نبلش نرجع نحكي عن الكركديه. بتجنن الكركديه، ديجا هي منيحه للسعله، ديجا هي كورده بحب انه ناخذهم لانه منهم من القصص الحاميين. جيده للسعله للحساسيه، بس لحظه اذا انا عندي مستوى حساسيه كثير عالي فوعت للحساسيه. انا اذا باخد ادويه فيها ضغط او ادويه للسكري ما فيي اشرب على الطالع ونازل كركديه، ما فيهم يدرجوا الكركديه بشكل بلس اذا عندي مشكله بالكبد تليف بالكبد او انا بشرب الكحول زياده او عندي شويه شحم على الكبد مش محبذ، كبايه ما رح تموتني
بصير كل يوم على الطالع والنازل عم بشرب منها لانه دارجه، لا هيدا الشيء ما رح يكون منيح لإلي لانه كبده ممكن يشمع زياده، ومنه منيح لإلي لانه انتبهوا بس قول شيء عم بدرجوه يعني صار باودر صار ضمن اكلنا. نحن بننبسط انه فيها كركديه، سامعين فيها هذا شيء كثير مرتب، لا الكركديه لإلك ما عم بفيدك، عم بقوي لك الحساسيه. هيدا شغله كمان من الاتيزان اللي عم ناخذهم، مثلا درج وعمل بومينج بفتره المورينجا، صرنا المورينجا هو قصه كبيره، فعلا هو مفيد هلا بال 2022 لانه صار في منه كثير باودر، صار في منه بنقدر نشتغل فيه بالقصص الاندستريال، رح نرجع نسمعه. بفتره طلعت دغري مع بعضهم المورينجا والماتشا، اجوا مع بعض فصارت الماتشا اخذوها المحلات الكبيره وصاروا عم بيدخلوا الماتشا كثير بقلب اكلاتنا، بشكل انه الماتشا هي صارت محل الشاي الاخضر، محل ما اشرب كافيه والاخبار، ايس كريم بالماتشا، كل هالاخبار. سيبيا بلش ينوص اهميتها للماتشا، هلا رجعت المورينجا لانه بدهم اياها باودر، كثير منيحه، ما عم بحكي عنها عاطل، منيحه لانه فيها حديد اكثر من التيزان الثانيه اللي عم ناخذها، باودر جيده، بس بدي انتبه مريض السكري ما في يتناول منها بشكل كثير كبير، بتقشط السكر كثير. المريض الاشخاص اللي بتاخذ مسيل للدم مش محبس تاخذ منها الا ماكسيموم كبايه مره او مرتين بالاسبوع، مميعة بشكل كتير عالي للدم. اللي بياخدوا لوفينوكس أو اللي بياخدوا الإبر السيلين اللي ببطننا اللي بناخدهم ننتبه كتير، مش محبز أبدا نشرب هيدا الشرابات لو كانت دارجة. كمان الشاي الأخضر هلا أكيد له كتير فوائد لا تحصى ولا تعد، بس كمان في فترة ما كنا نسمع إلا بالشاي الأخضر، الصبح الظهر عشية كم كباية بيقيم كل شيء اسمه كوليسترول، بيضعف هيلثي، هلا ما بقى عم نسمع فيه كتير. ديعان صار أولد فاشن مع الدارج، قال بيعوا اللي بدهم يبيعوه مش الحال 100%. لقوا بديلات عنه. ما هو المشكل بيقرروا يعملوا بومينج لشغلة من العنصر من العناصر، هيدا اللي بنعمله بومينج من تل ستاديز عنه، مش ضروري يكون الستاديز السوبر علمية، يعني مش الستاديز اللي بتنبش عليهم بالبيب ماد وبمراجع علمية كبيرة، مدرسة صغيرة كم اتوديان حبوا يعملوا حبوا ياخذوا الليسانس تبعهم او الماستر او حتى البي اتش دي تبعهم، عملوا ستاديز على هالكم شغلة، اخذوا اشانتيون صغير عالميا درجين على الخبرية، نحن هون على السوشيال ميديا بنعملها ترانسليت بنبعتهم لبعض، بنصير خلص بنعمل هالشغلة انه هيدي قصة كتير كبيرة عظيمة ما رح بقى نشرب الا منها او ناكل منها. الشاي الاخضر اخذ كثير حيز كبير عندنا، كان لفتره هو اللي بيضعف، صح كان تيترو بيضعف، فجاه بعدين بلشنا نوع الشاي الاخضر، ما هو مثله مثل الشاي الاسود مثل الشاي الابيض، هدول ببطئوا شغل المصران، يعني رح يعملوا كونستيباسيون. في اشخاص بتقلك فت على التواليت بس اخذت الشاي، مش لانه الشاي فوتك على التواليت، شاي لانك شربت مي فت على التواليت، بس هو شغله ببطئ البريستالتيزم. نحنا كل عمرنا من نحنا وصغار اذا حدا عامل دياري بنعطيه شاي، زيت المبدا بعده بيوطي البريستالتيزم مش لانه صار دارج، بلس كثره الشاي اذا تذكرنا بتقيم الحديد من الدم، صح شو بدنا ما فينا نرجع. فهلا صار وصف شي سحب الحديد، تعالوا نحط شي بحط الحديد، دونك يلا بنعمل بومينج مورينجا. لا عن جد شي بيضحك هلا انت عم تحكي موضوع كثير مهم، ونحن يمكن مش دائما بناخذه بعين الاعتبار، بس كمان المضحك المبكي يعني انه اللي بيفرضوه علينا تجاريا بناخذه بصير هو نمبر 1، عشوائي رح نصير نعمل شاي قبل الرز، يعني عشوائي انه الصبح وظهر وعشيه وقبل الغداء وبعد بعد شوي، لا مزبوط بخفف الحديد وبيعمل كذا وبيعمل كونستيباسيون. طيب وقبل ما كان يعمل لما كانوا عم بيبيعونا اياه ما كانوا عايشين الا انتي اوكسيدان، اللي هو نص القصص هي فيها انتي اوكسيدان، صح. وبعدين نحن الطريقه اللي اخذنا فيها الشاي، نحن بالاخير الشاي عم بيكون عندنا ساشي، والساشي يعني عم بحكي ماركات، مش كل الماركات من نوعيه جيده، مش كل الماركات عطيتني الشاي اللي هو بعده انتي اوكسيدان اللي ممتاز، مش كل ما جبت شاي فلت يعني انا كثير شاطره كثير قبضايه جبت نوعيه جيده، يمكن صار لهم 100 سنه عند الزلمه. بس هو بتختلف ميرنا بين الشاي الفلت والشاي المكيس طبعاً. بشو غير بالطعمه؟ اكيد الطعمه في اختلاف، بس الشاي عالم، الشاي والزهورات عالم كبير وواسع،
يعني لا يحصى، ما فينا نعده. حتى إذا أنت مرات يعني في عندك شاي أخضر مثلاً مشغول، بس جايبين البرجون والورقة الصغيرة الشغلينه طاحنينهم، بس على ضوء الشمس ميبسينهم طاحنينهم، بيكونوا عم ببيعوك إياهم بأقل من الجرامات، كأنك عم تشتري ذهب منهم. لأنه هدول ما فيهم منقيين بلا وسخ بلا ولا شيء، ممتاز بيكون نوعية الشاي اللي أنت مثلاً عم تاخديها. في مرات لا، بدنا في تجارة بالخبرية، بترك شوية أوراق معها، يلا بيتقل أكتر، بصير بدل ما أعمل ظرفين مثلاً أو بدل ما بيع بالقوية ببيع أكتر، ما بشمسهم، فوت بشمسهم صناعياً، بدي أنطر الشمس حتى تعملهم للهودة، بحطهم بأفران خصوصي لحتى ييبسوا بسرعة عند الشايات وأقدر استهلكهم، وغيره وغيره وغيره. يعني طرق التصنع، الصناعة، طرق الضب، طريقة اللي بيبقوا عند التاجر ليوصلوا عند المستهلك، كله بأثر بالأنواع، كله بأثر. يعني ميرنا الجلسة معك لا يمل منا، وأنا بنطرها ومناطرك الأحد. شكرا. وأنا كمان بنطر وجودي يكون معكم كل أحد، لأنه عن جد كل مواضيعك شيقة وعلى قدر من الأهمية، وبتفتحين عيوننا على شيء عم نعيشه بس ما نكون أخدين بالنا منه. فأنا بدي أشكرك، ومثل ما قلت لكم ميرنا ما تروحوا بترندات هلأ دارج هيك ما نعود ناخد إلا هيك وهلأ لازم هيك، لا لازم خير الأمور أوسطها مثل ما قالت ميرنا، ونقرأ عن كل شغلة مشو بتتكون، صح؟ 100%. لنعرف قديه بدنا ناخذ وقديه لا، صح. واذا عنده مشاكل صحيه انتبه، ما فوت بالاخص اذا عنده مشاكل، ما فوت بالترند بس تفوت فيها يعني 100%. ميرنا الفدا اختصاصيه التغذيه، شكرا كثير لحضورك معنا. بقيت نهار سعيد يا رب، بتمنى عليك وعلى عائلتك. اصدقائنا المشاهدين، نحن متابعين معكم اليوم رحلتنا لتميم الساعه 10 اذا الله راد، ولكن بنروح هلا لناخذ بريك صغير ونتابع.